نوصل لختام برنامج صباح اليوم. قد ايه قلنا بنسمع عن المساواة بين المرأة والرجل، تمكين المرأة، دعم المرأة، الوقوف إلى جانب أحلام المرأة، تحقيق ما تتمناه المرأة. كتير شعارات حلوة، كتير طنانة، ولكن على أرض الواقع هيدي المرأة يلي هي نصف المجتمع، لأنه شئنا أم أبينا نحن نصف المجتمع، مثل ما أنتوا بتعملوا النصف الثاني. إذا صحتنا الجسدية، إذا صحتنا منا منيحة، إذا صحتنا متدهورة، لا فينا نمكن ولا فينا ندعم ولا فينا نستفيد ولا فينا أصلا لنقوم ببيتنا ولا بشغلنا ولا بعائلتنا. فأولا أولا أولا تمكين صحة المرأة، وهيدا الشيء اللي ركزت عليه شركة أورجانون يلي عم تعمله، وبكل المجهود وبكل النقاشات وبكل الأعمال الداعمة فعلا إلى تمكين المرأة. كل التفاصيل مع الدكتورة في الصيدلة يلي هي مديرة شركة أورجانون بالمشرق، منال بهيني. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. الو مريات، كيفك؟ كثير كيف منيحة. الصحة الجسدية كثير منيحة، وحبيت كثير الاوبننج اللي لك، لانه اليوم نحن لما نحكي عن تدعيم المرأة البيز هو هل هي بصحة جيدة؟ صحيح. هل هي بمجتمع عم بفكر فيها وبصحتها؟ لانه قلت شغلة كثير مهمة، المرأة هي 50% من المجتمع، بس هي تعمل خيارات الطبية ل 80% من المجتمع، لأنه كل الأوقات نحن اللي بناخد صحيح. اهتمام لعائلتنا وأصحابنا وأصدقائنا. صحيح 100%. اليوم ليه اختارت منال أورجانون أن هي تهتم بصحة المرأة؟ يعني هل لقيتوا أنه في مشكل بهيدا الموضوع؟ هل لقيتوا أنه ما حدا بيهتم بهيدا الشيء اللي هو أساسي بحياتها؟ إذا بدك نبلش، أورجانون هي شركة عالمية. نعم. موجودة بأكثر من 140 بلد بالعالم، وموجودة بالشرق الأوسط وبلبنان. بلبنان. هيدا شيء كتير منيح. صحيح. تركيزها كان على رؤية كتير مهمة. الرؤية بتقول بالإنجليزي ورح أرجع ترجمها: We want to create a better and healthier every day for every woman. أوكي. يعني بدنا نشتغل على يوم أفضل، كل يوم أفضل وبصحة أفضل لكل امرأة. لما نقول كل يوم أفضل وبصحة أفضل، معناته الانفايرمنت حواليها، محيطة، البيئة اللي هي فيها مع صحتها بيكونوا أفضل. وهيدا الشيء بينطبق علينا كلنا. اليوم صحيح. في عنا 4 مليار صبية بالعالم، 4 مليار صبية عندهم أحلام، عندهم بوتنشل، وعندهم كونتريبيوشن للمجتمع. فتخيل أنت هالأربع مليار صبية، ما في شركة قالت أنا بدي ركز عليهم 100%. في شركة بتقول بارت من شغلنا حيكون على الومن هيلث. مظبوط. أورجانون أخذت هيدا الفيجن، واللي هو فيجن مش بس كوميرشل، مش بس لتبيع أدوية لهو الصبايا، لأنه حنحكي بعد شوي على كتير انيشيتيفز خصهم بحياة أفضل للمرأة. صحيح. أكسس أفضل للأدوية ودعم لخططهم والبروجيكتس اللي لهم. بما أنه أورجانون ب 140 بلد بالعالم، وبما أنه موجودة بلبنان، اليوم شو اللي ناقصه لبنان عن صحة المرأة يلي أنتوا عم بتركزوا عليه؟ نحن كتير فخورين أنه أورجانون كشركة عالمية قررت تفتتح مكتبها العلمي بلبنان بأزمة لبنان، يعني بال 2021. نعم. بخضم الأزمة، عز الأزمة الاقتصادية، يعني بكوفيد، طالعين ريكوفري من كوفيد، الأزمة الاقتصادية وبلس بعد انفجار المرفأ، ما قالت أنه هيدا ماركت أنه ريسكي، لأنه نحن شركة عندها بيربس، عم تفكر بيوند، أنه اليوم ريسكي نحن بفكر بيوند المصاعب اللي هلأ. نعم. عم نقطع فيها. نعم. ولأنه بإدارتها كلها أورجانون عندها ثقة بلبنان كهب للتالنتس، كمواهب، كشعب عنده طاقات وعنده مرونة وبيقطع بكتير من مراحل وبيرجع بفرجي نتأقلم. أنه نحن قادرين نعيش. صحيح. وقادرين نكون ابتكاريين، عنا انوفيشن وعم نطلع مواهب على كل الدنيا. فالمرأة اللبنانية مش بحاجة، بس بهالفترة صار عندها تحديات كتيرة، نحن اليوم ايد بايد حنقدر نتعاون معها بالإديوكيشن وبالسبورت لنكفي سوا. قد ايه حسيتي انه المرأة اللبنانية بتهتم بصحتها كأورجانون عم نحكي؟ قد ايه حسوا انه بالاجمال المرأة اللبنانية بتعتبر من النساء اللي هن مثقفات وبيهتموا، بس عندها المرأة ميل أنها تهتم بأسرتها، بولادها، بمحيطها أكثر من نفسها. بالأزمة التحديات اللي صارت وأكثرها كانت اقتصادية، خلت المرأة تهمل حالها. مين اللي بلبنان
لأنه إذا أنت عندك ولد تهتم فيه أكتر، إذا عندك بي أو أم أو خاي بتهتم فيهم أكتر. فهنا نحن المسج اللي بنوجهها أنه مش تبطل المرأة تهتم، لأنه المرأة هي بطبيعتها شخص عنده اهتمام وعنده عاطفة على المحيط اللي له، بس تبلش تركز على حالة لتقدر تكون توقف إلى جانب الجميع وتكون عم تأثر أكتر على مجتمعها وعائلتها واقتصادها. صار في حلقة نقاش مؤخراً عملتوها بلبنان واخترتوا لبنان لتطول قوة، شو هي أبرز النقاط اللي نحكى فيها؟ حلقة النقاش كان عنوانها Activating an Ecosystem to Advance Women Health in Lebanon and the Region، يعني خلق نهج موحد لنحسن صحة المرأة بلبنان والمنطقة. كتير أنا فخورة أنه المدير التنفيذي لأورجانون كيفن علي اختار لبنان أنه يطلق هيدي الحملة منها. عم تشوف مجموعة من الصور كمان، وهيدا هلا اكيد انتم عم تشوفوا مجموعه من الصور. صح. كانت برعايه وزير الصحه، كان بقلبها مشاركين من جميع القطاعات العلميه الاكاديميه الان جي اوز، كانت السفاره الامريكانيه كمان مشاركه. نعم. بما انه شركه امريكانيه، وكانوا الصحافه، لانه اليوم تغيير حيلا تغيير بصحه المراه بده سياسات موحده لنقدر كلنا. نعم. مجتمعين نعمل هيدا التغيير ونحط اولويات بالسياسات الصحيه لا تو ادفانس هال وومن هيلث، وهذا اللي قاله معالي وزير الصحه بخطابه. وكمان مؤخرا دكتور صار في شراكه مع مستشفى البلفيو ايضا، شو هي ابرز الاشياء اللي اتفقتوا عليها؟ يعني مثل ما كنا عم نحكي انه اورجانون كشركه الفيجن اللي لها تحسن بصحه المراه وحياتها، فهيدا بده كثير تعاونات ما فينا نعملها لحالنا. من ضمن التعاونات هي أول تعاون مع مركز بلفيو الطبي. أوكي. وكان عنده ثلاث إطارات. أول إطار الأول هو وركشوبس أو ورش عمل لتمكين الأطباء والكادر الطبي بالبلفيو ليكونوا هن عم بيعملوا تريننج. نعم. على الانوفيشنز اللي حتنزل بلبنان. ثاني شيء نشر الوعي، لأن المعلومة الصحيحة كتير مهمة توصل لكل امرأة لتقدر تاخذ خياراتها الصحية الصحيحة من خلال السوشيال ميديا بلاتفورمز لأورجانون وللبلفيو. وفي إطار الثالث هو تركيز على صحة المرأة الإنجابية، كان بالخصوبة أو بتحديد الأسرة. طيب اليوم إذا بدنا نحكي عن صحة المرأة، قديه بيتوازنوا الصحة النفسية والصحة الجسدية؟ بعتقد كتير انتجريتد مع بعض، لأنه اليوم فيك تكون أنت فيزيكلي كتير منيحة بس منتلي مش منيحة، ما حتقدر تقومي لا تهتمي بحالك ولا تهتمي بشغلك ولا تهتمي بعالمك الآخر، وحتأثري نيجاتيف لأنه اليوم حضرتك أم، إذا فقتي مزاجك معوكر كل البيت حيكون هيك. هيدا الباور أوف أفيميل، المرأة عندها قوة لازم تعرفها. حلو. عشان هيك لازم تهتم بحالها. فبهيدا الموضوع نحن بنؤمن انه الصحه النفسيه كثير مهمه. وباي ذا واي باوغست لموظفينا كلهم الجمعه بعد الظهر هو اوف، كل موظفينا بالعالم. أوكي. بس لنهتم بصحتنا النفسيه صبايا وشباب. هيدي نقطه كثير مهمه، يا ريت كل العالم تعتمد هيدا الموضوع، انه عن جد يكون في وقت مخصص للاهتمام بالصحه النفسيه. ختاما معك دكتور منال، اليوم هل فعلا نحن مثل ما انا بلشت، هل تمكين المراه يبدا من هنا؟ لأنه تمكين المرأة لما نقول Women Empowerment أو Gender Equity هو شعارات كتير كبيرة. اليوم إذا ما منبلش على البيز، هل المرأة هي كإنسان هل صحتها منيحة نفسياً وجسدياً لتقدر توصل لكل الطموحات لكل البريوريتيز اللي عندها بحياتها، بده يبلش هيدا الشيء من صحة جيدة. عشان هيك نحن اليوم بالشرق الاوسط 19.7% من النساء هن بالحقل العملي بيشتغلوا. نعم. تخيلي اذا اهتمينا بصحتهم اكثر بزيد في ناتج الانتاج المحلي 11%، فاكيد بيعكسوا على بعض، صحتها بتعكس اكثر على شغلها، ولما تكون عم تشتغل احسن اكيد التمكين الاقتصادي بخليها تهتم بصحتها اكثر، فهي سيركل. هي كلها هيدي مربوطه ببعضها، على امل انه يضل اورجانون عم تعمل كل هالاشياء الحلوه اللي عم تعملها وداعم للمرأة من ناحية ما حدا يمكن قبل مفكر فيها وما حدا داعمها. ختاما بتحبي تقولي شيء دكتور منال؟ أنا بحب أقول لكل الصبايا اللي عم بيسمعونا اليوم، في ويب سايت ما بعرف إذا حنعرضه اللي هو herhealthminat.com، يفوتوا يجاوبوا على سؤال واحد، هو شو هي الأرياز بالوومن هيلث اللي بعدها
unserved يعني ما بعد في مجالات نعمل انجازات نعم. فيها واستثمارات فيها. هو سؤال واحد بليز جاوبوا لانه نحن شركه بدها تسمع لتقدر تعمل تعاونات وابتكارات بالريسيرش لتخدمكم ليكون كل يوم احسن يوم لصحة أفضل لكل امرأة بالعالم. على كل حال عم شوف كل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأورجانون على الشاشة عم تقطع والناس عم بيشوفوها والناس شافوا الويب سايت وبيقدروا يفوتوا يجاوبوا على هذا السؤال كرمال يكونوا حدكم كمان وتكون هيك في تعاون ما بينكم وما بين المرأة، خاصة المرأة يلي بهمها أنها تهتم بصحتها ولازم كل سيدة أصلا تكون بتهم صحتها هي أولوية عندها. شكرا كثير لك دكتور منال بهيني، شكرا لوجودك معنا.